بسم الله الرحمن الرحيم، مع الدرس 12 من دروس القدرات من كتاب من هنا نبدأ القدرات. نكمل معا موضوعات الجبر. اليوم بإذن الله نتناول موضوع الجذور. طبعا ديت أهم الجذور التربيعية المشهورة: الجذر التربيعي الواحد واحد، الجذر التربيعي الأربعة اثنين، الجذر التربيعي التسعة ثلاثة، الجذر التربيعي الستاشر أربعة، الخمسة وعشرين خمسة، جذر التربيع 36-6، جذر التربيع 49-7، 64 جذرها 8، 81 جذرها 9، 100 جذرها 10، 121 جذرها 11، 144 جذرها 12، وجذرين مهمين مميزين 169 جذرها 13، وال 196 جذرها 14، ال 225 جذرها التربيعي 15. هناك بعض الجذور التي لها قيمة تقريبية. الجذر التربيعي للاثنين 1.4، الجذر التربيعي للثلاثة 1.7 تقريبا، الجذر التربيعي للخمسة 2.2 تقريبا. هناك بعض الجذور التكعيبية المشهورة: الجذر التكعيبي للعدد 1 = 1، الجذر التكعيبي لثمانية 8 = 2، الجذر التكعيبي لسبعة 27 = 3، لأربعة 64 = 4، 125 عدد مشهور جذر التكعيبي 5، والعدد 1000 جذر التكعيبي 10. ننتقل إلى العمليات على الجذور. لا نجمع ولا نطرح إلا الجذور المتشابهة. 3 جذر 5 أجمعها مع 6 جذر 5، إذا كان الجذرين متشابهين أجمع العدد مع العدد، 3 زائد 6 يساوي كام؟ 9 جذر 5. طيب لو هنا 2 جذر 3 زائد 5 جذر 2، طبعا هنا جذر 3 وهنا جذر 2، هنا لا يمكن لا يمكن الجمع. في حالة الطرح نفس الشيء، 5 جذر 2 ناقص 8 جذر 2، طبعا هنا جذر 2 وهنا جذر 2، أطرح الآن 5 ناقص 8 يعطينا سالب 3، والجذر 2 كما هي. نكمل العمليات، عملية الضرب وعملية القسمة. لو عندي جذر 2 بضربها في جذر 3 وفي جذر 6، أكتب جذر 1 وأضرب العدد 2 في 3 في 6، يطلع الجواب 2 في 3 في 6، 6 في 6 في 36، الجذر التربيعي 36 يساوي 6. في حالة القسمة، الجذر التربيعي 75 تقسيم الجذر التربيعي لثلاثة، أكتب جذر 1 وأكتب هنا 75 على 3 يعطينا 25، والجذر التربيعي كما هو معروف لـ 25 يعطينا كام؟ يعطينا 5. ننتقل للتمارين. التمرين الأول: قيمة المقدار الجذر التربيعي لخمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة تساوي، أكتب هنا الجذر وأجمع هنا الأعداد، كم خمسة عندي؟ أربع خمسات، خمسة وخمسة عشرة، خمستاشر، عشرين، يعطيني الجذر التربيعي لعشرين. الجذر التربيعي لعشرين أشياء كثيرة، منها اتنين في عشرة يساوي عشرين، أو أربعة في خمسة يساوي عشرين. هاخد أنا مين؟ هاخد أنا الأربعة في خمسة، ليه؟ عشان يكون عدد له جذر وعدد يظل تحت الجذر. أخليها 4 ضرب 5، الأربعة لها جذر تربيعي، الجذر التربيعي الأربعة 2، يبقى الأربعة دي تطلعها بره الجذر تطلع 2، والجذر 5 يظل كما هو. فعلا جيم الإجابة الصحيحة. تمرين ثاني: قارن بين القيمة الأولى جذر 6 زائد جذر 2، والقيمة الثانية جذر 5 زائد جذر 3. طبعا الحل السريع هنا، بعض الناس يقولوا أعمل هنا جذر وأجمع 6 زائد 2 يدينا 8، وهنا أعمل جذر وخمسة زائد ثلاثة يساوي 8، يبقى إذن القيمتين متساويتين. طبعا دي إجابة غير صحيحة، ده خطأ شائع عند كثير من الناس. الحل الصحيح إن أكتب هنا جذر 6 زائد جذر 2، أعمل لها عملية تربيع للقيمة الأولى. طبعا المقدار ده لما يتفك من قوس تربيع يطلع لي ثلاث أشياء: جذر 6 تربيع، التربيع يلغي الجذر يعني 6، واتنين حاصل الضرب أضرب القيمة الأولى في القيمة الثانية، جذر 6 وجذر 2 يعني جذر 12، زائد الجذر التربيعي لـ2 تربيع، طبعا التربيع يشيل الجذر يبقى 2. أجمع هنا العدد مع العدد فقط، أجمع هنا 6 مع الـ2 يبقى 8 و2 جذر 12. أروح للقيمة الثانية برضو نفس الطريقة، أو الجذر 5 زائد جذر 3، أعمل لها عملية تربيع يساوي الجذر التربيعي الخمسة 5، واتنين حاصل الضرب 2 جذر 15، زائد الجذر التربيعي لثلاثة تربيع يدينا 3. أبدأ إن أنا أجمع الأعداد،
أجمع هنا الخمسة وأجمع الثلاثة، خمسة زائد ثلاثة ثمانية، وهنا اثنين جذر 15. أقارن بين القيمتين، هنا في ثمانية وهنا في ثمانية، وهنا في اثنين وهنا في اثنين، هنا في اثنين جذر 12 وهنا اثنين جذر 15، فعلا اثنين جذر 15 اللي هي تحت ديت هي الأكبر، يبقى أختار إن القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى وأختار ب. ننتقل للتمرين الثالث، قارن بين القيمة الأولى الجذر ده 39598 والقيمة الثانية 200. طيب أعمل إيه هنا؟ طبعا ده جذر وده عدد، ما ينفعش أقارن بين جذر وبين إيه عدد، فيا إما يكونوا الاتنين جذر يا إما يكونوا الاتنين أعداد. فأنا هاخد القيمة الأولى فعلا وأعمل لها عملية تربيع، زي ما بربع القيمة الأولى لازم أربع القيمة الثانية. تربيع طبعا بيشيل الجذر، يبقى القيمة الأولى تطلع 39598 بدون الجذر. القيمة الثانية أضرب 200 في 200، عندي هنا أربع أصفار، 1 2 3 4 و 2 في 2 ب 4. أختار القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى. التمرين الرابع، إذا كان الجذر التربيع الاثنين زائد جذر التربيع الاثنين، طبعا كم مرة هنا؟ خمس مرات، يساوي جذر التربيع لس، طالب مني أوجد قيمة س. طيب دول كم جذر؟ ادي 1 2 3 4 5، يعني ممكن اكتبها كده 5 الجذر التربيعي لاثنين، طبعا لانها جذور متشابهه يصلح الجمع، وهنا الجذر التربيعي الى س، والتربيع بيشيل الجذر، او الجذر 5 جذر 2 تربيع يساوي، اما ربع الجذر التربيعي لس يطلع الجواب ايه؟ س. افك المقدار ده، اعمل عمليه توزيع، الاثنين دي توزع على 5 وتوزع على جذر 2، مربع الخمسة 25 والتربيع يشيل الجذر، يبقى 2 اللي هي قيمة س، طبعا هنا س هيساوي 25 ضرب 2 يساوي 50، والجواب رقم د. مع التمرين الخامس، قارن بين القيمة الأولى الجذر التربيع ال 100 ناقص الجذر التربيع ال 5 والقيمة الثانية الجذر التربيع ال 64. في هنا طبعا إيه حلول؟ الجذر التربيع ال 100 يعني 10 ناقص جذر 5، نخلي الجذر 5 شوية. والقيمة الثانية الجذر التربيع ال 64، الجذر التربيع ال 64 ب 8، لأن 8 في 8 ب 64. مين الأكبر؟ طبعًا جذر 5 أخدناه في الجذور الإيه؟ اللي لها قيمة تقريبية، يعني 10 ناقص جذر 5 تقريبًا 2 و2 من 10، يعني هنا الجواب هيكون تقريبًا 10 ناقص 2 و2 من 10، يعني 7 و8 من 10 تقريبًا. القيمة الأولى 7 و8 من 10 والقيمة الثانية 8، يبقى القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى. ما قيمة المقدار؟ كاتب هنا نصف ضرب 5 جذر 2 ضرب 5 جذر 2، أكتب هنا نصف ضرب وأضرب هنا 5 في 5 ب 25، وجذر 2 في جذر 2، لما أضرب جذرين متشابهين أي جذرين متشابهين ينضربوا ببعض هيعطينا طبعا القيمة اللي تحت الجذر مباشرة، يبقى جذر 2 في جذر 2 يدينا 2. ممكن أعمل عملية تبسيط بدل ما أدخل نفسي في الضربيات، أحذف الاثنين في البسط مع الاثنين في المقام، هنا يطلع الجواب 1 في 25 ب 25، والجواب يكون ألف. ننتقل للتمرين التالي، إذا كان الجذر التربيعي لس يساوي الجذر التكعيبي ل 64، نلاحظ إن ده جذر إيه تربيعي وده جذر إيه تكعيبي. أعمل إيه هنا؟ أكتب كده الجذر التربيعي لس يساوي، طبعا كما هو معروف سابقا إن الجذر التكعيبي لـ 64 إيه اللي انضرب في نفسه ثلاث مرات يدينا 64؟ فعلا الأربعة، لأن لو أنا أضرب هنا الأربعة في أربعة في أربعة يعطينا أربعة وإيه؟ 64. إذا الجذر التكعيبي لـ 64 هيعطينا إيه؟ 4. طيب أنا عايز أجيب س، يبقى أنا لازم أعمل عملية تربيع للطرف الأيمن والطرف الأيسر. لما ربع الجذر التربيعي لس، التربيع يشيل الجذر يعطينا س، ولما ربع الأربعة يعني أربعة تربيع هيساوي كام؟ هيساوي 16. هل الجواب فيها 16؟ طبعًا دي لأ مش 16، ولأ و2 أس 3 ب 8، يبقى مفيش غير مين؟ غير د. وفعلًا 2 أس 4 لما فك 2 أس 4 الاتنين تنضرب في نفسها أربع مرات يعطينا كام؟ يعطينا 16. قارن بين القيمة الأولى 3 أس 5 من 10 ضرب 2 أس 5 من 10 ضرب 6 أس 5 من 10 والقيمة الثانية 6. فعلا إن هنا أي عدد مرفوع الأس 5 من 10 يعني 3 أس 5 من 10،
خمسة من عشرة يعني نص، وإحنا قلنا قبل كده إن أي عدد مرفوع لأس نص يبقى معناها جذر إيه؟ جذر تربيعي. بالمثل مع اتنين أس خمسة من عشرة وستة أس خمسة من عشرة. طبعا دول ضرب، يبقى إذا أحول المسألة كده إلى الجذر التربيعي لتلاتة ضرب الجذر التربيعي لاتنين ضرب الجذر التربيعي لستة. أضرب الأعداد تحت الجذر التربيعي، تلاتة في اتنين بستة، ستة في ستة بستة وتلاتين. هل الستة وتلاتين لها جذر؟ أيوة جذرها معروف، الجذر التربيعي لستة وتلاتين ستة، القيمة الأولى ستة والقيمة الثانية ستة، أختار جيم القيمتان متساويتان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.